شكرا. يوم غضب اخترته باش يكون في كل المدرسة الابتدائية يوم 16 جوان القادم. هل هو السبب تعثر المفاوضات أو انقطاع المفاوضات مع وزارة التربية أم أن هناك أسباب أخرى؟ هو بالنسبة للمفاوضات كانت جلسة 3 ماي اللي نعتبرها الجلسة الأخيرة، لأن آخر جلسة تاع 31 ماي اللي ما حضرش فيها الوزير ولم تعمر أكثر من ربع ساعة يعني، ولكن الجلسة تاع 3 ماي اللي كانت فيها مفاوضات حول المتخلد بالذمة اللي هو محضر جلسة 1 مارس 21 واللي وقع يعني الالتفاف عليه والتراجع في العديد من النقاط، وايضا اتفاق 16 نوفمبر 2022 اللي امضيناه في مفتتح السنه الدراسيه، واللي يفترض الليجان تكون انا تشغالها يعني في نوفمبر، الى حد الان ما زالت الليجان هذه متعثره. ووقتها بالنسبه للمفاوضات في المسائل الماليه، الوزاره رافضه التفاوض في كل المطالب المضمنه باللوائح المهنيه واللي عندها انعكاس مالي. وقت اللي انعقدت الهيئه الاداريه يوم 9 ماي وقدمنا لها هذا المحصول التفاوضي ان صحت تسميته كمحصول، الهيئة الإدارية اتخذت جملة من القرارات اللي هي مواصلة الحجب بالنسبة للثلاثي الأول والثاني والثالث، وتنظيم وقفات احتجاجية في الجهات، وقد نفذت ذلك حسب الأقاليم ونفذت بنجاح. وقرار آخر اللي هو يوم غضب وطني، واليوم الغضب الوطني هذا سينفذ يعني في شارع باب البنايه امام وزاره التربيه، باش يتنقلوا المعلمين والمعلمات من كل المناطق. يتنقلوا امام التجمع، عباره على تجمع امام وزاره التربيه. الجامعه العامه تنفيذا لقرار سلطه القرار اجتمعت اليوم واتخذت يعني تاريخ 16 نوفمبر هو يوم الغضب الوطني، وذلك تعبيرا منها اولا عن استياءها واستنكارها لسياسة الكيل بمكيالين، لأن وزارة التربية تتفاوض مع قطاعات وتقطع المفاوضات مع قطاعات أخرى. تحكي على الجامعة العامة للتعليم الثانوي؟ لأن 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 إحنا المفاوضات يعني حارسة قديش عندها يعني، ولما ندعى الى التفاوض في امور ماليه بتاتا فسروا اكثر ما تتفق الشباب. مشكلتكم هو عدم التفاوض او مشكلتكم معناتها البروجيكسيون بتاع التفاوض اللي صار مع الجامعه العامه للتعليم الثانوي على التعليم الاساسي؟ لانه تقريبا نفس المقترحات اللي تم تقديمها للجامعه العامه للتعليم الثانوي اللي هما 300 دينار على 3 سنوات ابتداء من 2026، انتم رفضتوا هذا القرار. رفضكم ياتي من انكم رافضينه من مبدا يعني انه ارجاء الوضع هذا الى تقريبا خلينا نسميه مسميات عامين ونص اخرين على قليلة او 3 سنين اخرين، ام انه مشكلتكم ما تمش التفاوض معاكم وتم ربما معناتها القطاع التعليم الثانوي هو اللي تم التفاوض معاه وينطبق على الناس الكل؟ هو في الحقيقه زوز. اولا قطاع التعليم الاساسي راهو اعرق قطاع في الاتحاد، راهو اسس 1919 عمره 104 سنوات قبل الاتحاد العام التونسي للشغل وقبل الدوله الحديثه. هذا بالنسبه لقطاع التعليم الاساسي. اثنين، انك تتفاوض مع قطاع، كل قطاع له خصوصياته، كل قطاع له هيكله، كل قطاع له سلطات قراره، واحنا ماناش فرع تابع اي قطاع، هو حتى المركزيه النقابيه ما تتفاوضش باسم اي قطاع. الجامعه العامه للتعليم الاساسي هي الممثل الشرعي والوحيد ل قطاع التعليم الاساسي. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى يعني كنا نجم تكون عندنا مقترحات اخرى. علاش اللي تواصلتوا مع التعليم الثانوي تحب تسقطوا عليه؟ علاش نأبد او نزيد نواصل في الوضع المتردي للمدرسين كيف كنت تحكي سنتين ونصف او 3 سنوات؟ اذا احنا كنا في عود للبلاغ السيد وزير التربيه وزاره التربيه يوم 15 ماي وقت اللي كان رافض التفاوض في المسائل الماليه وترحيله الى السنه القادمه. في البلاغ ايش يقول؟ تنطلق المفاوضات في موافق عود تنتهي في ديسمبر 23 وينطلق التفعيل المالي في 24. شكون قال لك ما كناش نتفاعل نحن مع بلاغ السيد وزير التربيه و يعني
اجل ان المكاسب يعني ما تبقاش مؤجلة يعني إلى 26. معناتها يعني البيان هبطت وزارة التربية كنتوا عاقدين في نوارة معناتها هكا ولا؟ لا كنا نقدمها نحن، أما على الأقل البيان كي تأخذ أن التفعيل ينطلق من 24. أهون من 26. أفضل من 26 لأن تكون ضامن لنا، عندنا زملاء يتقاعدوا وعندنا زملاء ما يعرفش، إذا علاش تأبد لي أو يعني تمدد لي في يعني خصاص المدرسين وفي تردي وضعه المالي. إذا كنا نجموا تتقدم مقترحات من هنا ومن هناك ونجم نوصل حلول، أما عملية الإسقاط وعملية السحب هذا فيه إهانة وفيه استخفاف بقطاع يضم 74 ألف مدرس اللي هو يعني غيب على التفاوض في ما يخص مطالب المادية. إذا من هذا المنطلق يعني الهيئة الإدارية تاخذ هذه القرارات، احنا كمكتب تنفيذي ننفذ يعني القرارات بتاع الهيئة الإدارية. حددنا تاريخ يوم 16 نوفمبر يوم الغضب الوطني. بعد ماذا بعد يوم الغضب سي توفيق الشابي؟ معناتها نعرف الجمعة سنة دراسية على الانتهاء على وشك الانتهاء، الامتحانات قاعدة اون كور توا قريب نكملوا الامتحانات، ما عناش بطاقة عدد الثلاثي الأول الثلاثي الثاني، الحجب سيتواصل على الثلاثي الثالث، يعني حجب تقريبا أعداد سنة كاملة عن الإدارة إدارة وزارة التربية، هذا اللي موصلين فيه لحد الآن و ما فيش حتى تغيير. هذا في نفس الوقت اليوم قرر زاد ندوة صحفية يوم الجمعة 9 جوان، رد على الندوة الصحفية التي عقدها السيد وزير التربية واللي يتحدث فيها على قطاع التعليم الأساسي، وسنرد على جملة من النقاط. في نفس الوقت سنوضح موقفنا الرأي العام وما قدمناه من تنازلات من أجل إنجاح المفاوضات، وأكبر دليل يعني كان عندنا قرار المقاطعة بتاع الامتحانات الثلاثي الثاني تراجعنا عن ذلك كإدارية ويعني عوضناها بحجب أعداد، وهذه رسالة أن نحب التفاوض ونحب الوضع أكثر فأكثر. في نفس الوقت احنا الى حد الان نعتبر اذا كان تتواجد او تتوفر الارادة السابقة والعزيمة والاستعداد لحلحلة الواقع قادرين ان نتفاوض وقادرين ان نوصل الى مخرجات اللي يعني بها هي يزول سبب يعني الحجب، اي بتحقيق مطالب اللي تلبي انتظارات يعني زملائنا واللي نترجع عليها مكانتهم الاعتباريه واللي تخلينا ان ننهي سنه دراسيه في ظروف عاديه. هذه المساله. ماذا عن تنزيل الاعداد سي توفيق الشابي اللي دعاكم لها وزير التربيه في الندوه الصحفيه؟ دعا المعلمين لانه ينجوا على منوال عدد اخر من المعلمين اللي نزلوا الاعداد. شوف بالله تنزيل الاعداد وينجوا على كذا والحص الوطني وهذا، احنا راهو نقر في ونعمل دروس في الوطنيه، ولا واحد ينجم يعني يلقنا دروس في الوطنيه، واكبر دليل على حصنا الوطني انه عدى الاف من الزملاء الى حد الان ما خلصوش من مفتتح السنه الدراسيه، وهم يقروا خارج حتى للجهات نتاعهم، من صفاقس يقروا هنا في بن عروس، من قفصه يقروا في دابل، من الكاف يقروا في منوبه الى غير ذلك، وفيهم اللي ما خلصوش توا 8 ولا 9 اشهر، وهذا الدرس في الوطنيه، ويعني قاعدين يقوموا بواجبهم على احسن وجه رغم الخساره رغم الظروف الصعيبه، رغم ان فيهم اللي تم اخراجه من المسكن لانه ما خلصش الكراء. هذا مثال يعني واضح يعني الحس الوطني عند المدرسين. كان وزير التربيه يعتبر ان الحس الوطني والوطنيه هي ارجاع الاعداد للتلاميذ، هذه الرساله اللي وجهها لكم وزير التربيه في الندوه الصحفيه. إذا كان بالمنطق هذا، إذا كان عندك ما نعرفش 70 ولا 80% ما رجعوش الأعداد، معناها هم مش وطنيين هكا يعني. قالكم أعيدوا الأعداد للأولياء ولا تحرموا التلاميذ فرحة الحصول على شهائدهم. احنا رانا أولياء وإحنا أبناء الشعب وإحنا متواجدين في كل ربوة وفي كل قرية وفي كل بسرة
وبالفعل احنا ابناء هذا الوطن ويعني نحب البلاد كما لا يحب البلاد احد، هذا ما ينزل زايد علينا في احد. بقي ان هنالك من نزل الاعداد، انت في يعني حركه جماهيريه نتاع 70,000 مش تيجي من نزل الاعداد، ولكن اللي قاعد صاير هذا التضخيم. واذا كان عندك يا سيدي تحط 50% نزل و 50% لا، راهو عندك اشكال، راهو ثم عندك على الاقل 40,000 مدرس اللي هما يعني يحتاجوا، واللي هما يعني مش راضيين بوقعهم المادي، واللي هما طالبوا بتحسين وضعهم، واللي انت واعلى رفع السلطه وكل يقر ب يعني مشروعيه المطالب نتاعهم وبوضعهم. سي توفيق كوالي، انا نسمع فيك اليوم الوزاره متمسكه ربما مع بهذا بالمقترح اللي قدمته، هو 3 سنوات 26 27 28 300 دينار لكل سنه. الجامعه العامه للتعليم الاساسي متمسكه بموقفها، يجوا تفاوضوا معنا، يجوا يحكيوا معنا كقطاع، واحنا ما نرضاوش وما نقبلوش ربما بالمقترحات اللي قدمت للثانوي. انتم حاجبين الاعداد، الاداره ما عندهاش الاعداد، شنو اللي يصير معناتها في السنه الدراسيه؟ احنا كاولياء نسمعوا فيكم اليوم صغار باش يتعداوا بصفه اليه، باش يعديوا سنه بيضاء، باش ينجحوا مش باش ينجحوا، شنو معناتها؟ باش تقول لي اسال وزاره التربيه على ذلك، لكن انتم زاد شركاء في العمليه هذيا، انتم اللي تقريوا في التلامذه، وانتم اللي تقولوا للتلامذه راكم نجحتوا راكم نجحتوش، وانتم اللي تشرفوا على مجلس الاقسام. شنو انا كولي في الحيره هذايا الكل، ما هو مصير الصغير اليوم اللي يقرا في التعليم الابتدائي؟ احنا صدقيني وبالفعل، لان كلنا اولياء وكلنا عندنا ابناء وسواء يقراوا في الابتدائي في الجامعه الى غير ذلك، ونتالم بالفعل، ومش راضيين على هذا الوضع ومش راضيين على اللي وصلنا له، لكن انك تجد طرف اخر يعني متسلب ما يحبش يتفاوض يعني، او اذا كان يتفاوض يتراجع فيما توصلت اليه من اتفاقات، اذا هذا اللي يهزم الواقع. اذا احنا كجامعه عندنا قرار ما علينا الا تنفيذه، ولكن في نفس الوقت وانا وقلتها ونقولها في كل المنابر و كل اعضاء الجامعه، احنا رانا مدين يدينا للتفاوض، لو يعيطونا توا في الوقت هذا المتاخر نمشوا للمفاوضات، ونعتبر افضل سبيل وافضل مخرج وافضل حل هو ان نقعدوا ونتباحث في حلول. اما سياسه الهروب الى الامام او سياسه تأليب الراي العام او مغالطته او ما نعرفش ترهيب، هذه راهي مش لصالح حد وما تجيبش النتيجة اللي نحبوا ننهوا بها سنة دراسية في ظروف عادية، وفي ظروف أن تمكن أبنائنا التلاميذ من أكل فرحة بالدفتر وبالشهادة إلى غير ذلك، ولكن ما يكونش معناتها الكرة في ملعب وزارة التربية حسب رأيك كاستفيق؟ بطبيعة الحال الكرة عند وزارة التربية، وإحنا على استعداد، قلت لك في اي وقت نستدعى للتفاوض. فوالا، شكرا جزيلا سي توفيق الشابي، الكاتب العام المساعد للجامعه العامه للتعليم الثانوي. يلا نوصل معكم لقانا، مرحبا بكم 8:33 دقيقه على موجتنا. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.